درجات الحرارة، فتكون يعني كأنها من كأنها الأسباب الرئيسية في تعرض الأشخاص لهذه الوعكات الصحية أو هذه الأمراض المعدية. وطبعا زيادة الرطوبة وانخفاض الحرارة وارتفاعها وتغيرها كذلك يؤدي إلى تكاثر بعض أنواع من الميكروبات والبكتيريا والفيروسات اللي تسببها النوع من الأمراض. من أشهر الأمراض اللي تنتشر في فصل الشتاء هي أمراض الجهاز التنفسي، واللي يعني الأغلب يعرفه أو كلكم حتى تعرفونه، اللي هو الزكام أو النزلات البرد، وكذلك الأنواع الأخرى اللي هي جدري الماء والحسبة الألمانية، وذلك بسبب تكاثر الفيروسات المسببة لها في فصل الشتاء. طبعا هالمحاور الخمسة اللي بنركز عليها اليوم، شو هي أسباب إصابة الأفراد سواء كانوا البالغين أو الأطفال في هذه الأمراض، وأكثر الأمراض شيوعا في فصل الشتاء، وكذلك بعض الخطوات للمحافظة على البشرة في فصل الشتاء، وما هي الإجراءات الوقائية لوقاية أنفسنا من الإصابة بهالأمراض، وشو هي التغذية اللي تساعد على رفع مستوى المناعة للتقليل من فرص الإصابة بالأمراض المعدية في فصل الصيف الشتاء عفوا. طبعا من أشهر الأسباب تعود إلى الأمراض البيئية. الأمراض المعدية غالبا تكون أمراض فيروسية، الفيروسات تنتشر عبر التلامس المباشر، عبر يعني استخدام نفس الأدوات الشخص الآخر أو الشخص المصاب، فتنتشر بهذه الطريقة من خلال يعني خلينا نفترض أن شخص مصاب ببعض من أنواع الفيروسات، لمس مثلا طاولة أو جهاز لابتوب أو غيره، يا شخص ثاني سليم مسك من وراء هذه الأجهزة وبعدين حط إيده الملوثة قبل ما يغسلها على عينه أو على يعني الأنف أو الفم، بهالطريقة ممكن تنتقل هذه الفيروسات. أو كذلك المصافحة، استخدام الأكواب متعددة يعني اللي تستخدم أكثر من مرة، مو بالأكواب مثلا ذاك الاستخدام الواحد، خصوصا في أماكن العمل يفضل استخدام الأكواب الورقية وذات الاستخدام الواحد لتجنب أي فرص من فرص الإصابة بهالنوع من الأمراض. طبعا الأمراض الفيروسية ما تحتاج إلى أن نحن نستخدم المضادات الحيوية، غالبا تحتاج إلى فقط مسكنات وأمور ترفع المناعة حتى أن الجسم نفسه يحارب هذه الأمراض. أما طبعا الأمراض البكتيرية هذه يعني تحتاج إلى تشخيص من الطبيب، يعني وصف مضاد حيوي خاص حسب الحالة الصحية. أمراض الشتاء الأكثر شيوعا في فصل الشتاء عفوا اللي هي نزلات البرد والإنفلونزا، السعال، التهاب القصبات الهوائية، والتهاب البلعوم والحسبة الألمانية. لو تلاحظون أن أغلب هذه الأمراض اللي مذكورة خاصة في الجزئية الأولى هي أمراض تصيب الجهاز التنفسي من الأنف وحتى الرئتين. الحين بنتعرف على كل نوع من هذه الأنواع، شو هي المعلومات عامة عنه وأعراضه وكيف ممكن نحن نعالجه. طبعا عندنا نزلات البرد، نزلات البرد غالبا يعني هي الأكثر شيوعا، وهي اللي مع بداية فصل الشتاء نلاحظ أن واحد ورا الثاني في نفس البيت، في المدرسة، في الدوام، واحد ورا الثاني يلقط العدوى بشكل يعني جدا سريع. تقريبا عندنا أكثر من 100 فيروس يسبب نزلات البرد، فنحن ما نقدر نقول أنه هو نوع معين من الفيروسات اللي يسبب هذا النوع من المرض. وبعض الأشخاص يعني ما يصابون بالبرد لأنهم تعرضوا قبل لنفس هذا الفيروس، فأنت مثلا تقول بس أنا كل شتاء يعني تيني نزلة برد، كل شتاء ممكن تلقط فيروس مختلف، فهو يعتمد على نوع الفيروس اللي أنت أخذت منه مناعة. ممكن هالفيروس يدخل عن طريق الفم والأنف مثل ما ذكرنا، وتبدأ تظهر هذه الأعراض وتستمر من أسبوع إلى أسبوعين
حسب مناعة الجسم، وممكن تكون حتى أقل من أسبوع، ممكن إلى 5 أيام إذا كان الشخص مناعة جسمه جدا عالية. من أشهر هذه الأعراض حرقان في البلعوم، كحة، سيلان الأنف، وحرارة خفيفة، وأحيانا حرارة داخلية، والشعور بالتعب العام والوهن. إنزين، من أشهر طرق العلاج لنزلات البرد، اللي هي إن غالبا يوم نسير يعني العيادة ويكون ما شيء، يعني التهاب بكتيري يكون فيروس، يعطونا مسكنات للألم في عند الحاجة. وأهم شيء في هذه الفترة الراحة، وشرب كميات وفيرة من السوائل، وتكون عن طريق يعني المصادر الطبيعية الطازجة، مثل الخضروات والفواكه والعصائر الطازجة المحضرة. عفوا، عفوا أعتذر عن المقاطعة. طبعا من أهم الأمور مثل ما ذكرنا شرب كميات كافية من السوائل والماء أهمها، وبعدها السوائل الأخرى مثل العصاير، طبعا ما تكون باردة، والشربات، شربات الخضروات، وممكن نضيف لها بعض مصادر البروتين والألياف على أساس أنها تقوي الجسم وتعطي الطاقة. ومن الأمور كذلك المهمة اللي هي التغذية السليمة، والواحد يعني يكون في هالفترة أو في فترة المرض ما يشتهي يتناول أصلا الأكل، بس يحرص إنه يختار حتى لو كانت شهيته يعني محدود، يعني ما يشتهي إنه يتناول الأكل، يختار الأنواع اللي هي المفيدة أو الغنية بالعناصر الغذائية على أساس إنه يساعده في مرحلة الاستشفاء. وآخر نقطة ومهمة جدا، وتساعد على أنها هي تخفف من أعراض نزلات البرد، اللي هي استنشاق البخار أو استخدام النوبلايزر، الجهاز اللي نحط فيه ماء وملح ونستنشق هذا البخار، يساعد على أنه يفتح الشعب الهوائية ويساعد على تخفيف احتقان الأنف، فبالتالي يشعر المريض بنوع من أنواع الراحة. طبعا في بعض الحالات يحتاج الشخص أنه يزور الطبيب في حال أنه حصل عندنا آلام في الأذن، البلغم أو الإفرازات اللي تطلع تكون مش شفافة، يكون فيها لون مثل الأصفرار أو على أخضر، أو كان حتى فيها دم، هذا لازم نزور في هاي الحالة الطبيب. كذلك ممكن للترجيع أو القيء، إذا كان أكثر من 3 مرات لازم يعني بشكل فوري نسير المستشفى على أساس إن نحن نتجنب أي مضاعفات ممكن تحصل. صعوبة في التنفس، بعد لازم نحن نزور الطبيب في هذه الحالة على أساس نحن نشوف شو هي المشكلة، ونتجنب أي مضاعفات في حال إن نحن تجاهلنا هذه الأعراض أو تجاهلنا هذه الأمور، ممكن تحصل عندنا مضاعفات، يعني مثل ما يقولون لا تحمد عقباها، يعني تكون مضرة أكثر من ما هي أكثر من المرض اللي صابنا نفسه. المرض الثاني من الأمراض المعدية في فصل الشتاء الإنفلونزا. الإنفلونزا عندنا نوعين من الإنفلونزا، إنفلونزا A وإنفلونزا B، وغالبا إذا الشخص انصاب بإنفلونزا A هو معرض لأنه يصاب فيها أكثر من مرة. لها السبب عندنا أمور وقائية مثل التطعيمات وغيرها من هالأمور. طبعا ممكن تستشيرون طبيبكم المختص عن موضوع تطعيمات الإنفلونزا السنوية. ممكن شخص يقول زي خلاص ليش كل سنة
تبغون ناخذ تطعيم الانفلونزا. الانفلونزا كل سنه يتغير تركيبه البروتيني، فكل سنه كأن نقول يتغير شكله، فاللي انصاب العام ممكن ينصاب السنه كذلك بالانفلونزا، ممكن تتكرر كذلك اصابته في السنه اكثر من مره. وهو طبعا ما يعتبر خطر على اغلب الافراد، لكن خطر على الاشخاص اللي مناعتهم ضعيفه، اللي عندهم امراض مزمنه، الاطفال، كبار السن، هذيل الاشخاص اللي احنا نخاف عليهم من هذه الانفلونزا، لان صاحبه حراره جدا عاليه ممكن تاثر على الجسم. بعد ما يلقط الشخص الفيروس يتم في جسمه 3 أيام، بعد ال3 أيام تبدأ تطلع أعراضه وتكون تشبه أعراض نزلات البرد، لكن في بعض الحالات يكون الوضع أسوأ جدا، الحرارة ما تنزل، أو ممكن نحن ناخذ خافض تنزل بس ترجع قبل ال4 ساعات للشخص. المصابين بالأمراض المزمنة مثل أمراض عفوا الكبار السن، دائما نحن ننصح أنهم يأخذون التطعيم على أساس أنهم يتجنبون أو تقل عندهم فرص إصابتهم بالإنفلونزا، طبعا مع استشارة الطبيب اللي هو يتابع حالتهم. المصابين بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب وأمراض الجهاز التنفسي، أمراض الكلى والسكري، وأي أمراض تضعف المناعة أو تأثر على الجهاز المناعي، يفضل أنهم يأخذون بعد التطعيم. تستمر صلاحية التطعيم مثل ما ذكرت مدة سنة، ويفضل أن كل سنة الشخص يجدد هذه الجرعة لتغير الفيروس بشكل سنوي واختلافه عن العام اللي قبله. كذلك عندنا المرض المعدي الثالث واللي هو السعال، وهي طبعا السعال ينتج غالبا عن وجود بعض الأجسام الغريبة في الرئة أو في مجرى التنفس، فهذه الطريقة الدفاعية للجسم أنه يطرد هذه الأجسام الغريبة سواء كانت إغبار أو مهيجات للحساسية أو أي نوع من أنواع المهيجات اللي ممكن تكون في الجو. وكذلك إذا كان الشخص يعني فيه البلغم، يعني ما استخدم الأدوية اللي تساعد على إخراج البلغم بالطريقة الصح من الإنفلونزا أو نزلات البرد، يتحول إلى سعال ممكن يأخذ عنه فترة طويلة لأنه يتخلص منه. بعد ممكن عندنا السعال يكون سبب من أسباب التهاب الجهاز التنفسي، أو إذا كان الشخص يعاني من الحساسية الموسمية أو الربو كذلك. ممكن الكحة تكون جافة أو مصاحبة للبلغم على حسب نوع السعال وأسباب الإصابة فيه. طرق العلاج، يفضل أن في الفترة اللي الشخص يعاني منها يعني فيه السعال عفوا أو الكحة، يتجنب أنه يشرب الأمور الباردة، المشروبات الباردة، لأن المشروبات الباردة تهيج الكحة وتزيدها. وبعد عندنا اللي هو استنشاق البخار مع الماء والملح، اللي هو استخدام النبلايزر، أو ممكن نسويها بالطريقة التقليدية اللي هو نغلي ماء وفي يعني في وعاء، وبعد ما يغلي الماء نحن نحطه في صحن صغير أو ملة ونحاول إن احنا نستنشق البخار اللي يطلع منه. الابتعاد عن تناول الأدوية بشكل عشوائي من الصيدلية اللي تساعد على تخفيف السعال بدون ما نستشير الطبيب. وأغلب أدوية الكحة يعني في أغلب الأحيان، مو في كل الأحيان يعني، ما تفيد الكحة، لأن أحيانا الكحة أصلا سببها يعني شيء ثاني، فهو يحتاج علاج آخر أو يحتاج نوع آخر من العلاج. النقطة الثانية واللي هي التهاب البلعوم، أو مثل ما يعني نقولها باللغة العامية البلاعيم، أو في بعض اللغات الأخرى احتقان في البلعوم كذلك. طبعا هنا عندنا هذا النوع من الالتهاب يختلف، ممكن يكون بكتيري وممكن يكون فيروسي. إذا كان بكتيري فهو ما يحتاج طبعا إلى تشخيص من الطبيب وأخذ مسحة ومعرفة نوعية البكتيريا لوصف المضاد اللازم في هذه الحالة. إذا كان فيروسي هي مسألة وقت، وإن شاء الله يعني الشخص يتعافى بروحه، ما يحتاج إلى مضادات حيوية.
من أعراضه ألم عند البلع، ارتفاع درجات الحرارة، ممكن يكون سعال جاف، لكن في بعض الحالات ما يحس بالألم عند البلع، ما يحس باحتقان أصل، ما يحس بآلام في البلعوم، لكن عنده حرارة، فيوم يصير عند الدكتور، دكتور يقول له عندك احتقان، أو في بعض الحالات ما عنده لا حرارة ولا ألم، لكن يحس بتضخم في منطقة الرقبة أو يسبب له ضيق في التنفس. فسبحان الله كل جسم يختلف عن الثاني، ممكن والشخص عارف نفسه، يعني إذا هو عنده يعني بيحس بالتعب أو حاس بالمرض لازم يزور الطبيب على أساس يعرف الأسباب اللي هي مسببة هذا التعب أو أو الحرارة أو أي ألم آخر. من أشهر العلاجات لالتهاب البلعوم هو تناول مسكنات طبعا وخوافض الحرارة مثل الباراسيتامول والبنادول، الغرغرة بالماء الدافي والملح أو اللي يوصفها لك الطبيب، والإكثار من تناول أو شرب السوائل الدافئة على أساس إن هي تهدي الألم اللي صاحب الالتهاب، وفي حال وجود يعني نقاط بيضاء، طبعا هذا ما بيعرف الشخص بالعين المجردة، لازم يزور الطبيب أساس يكتشف إذا كان عنده صديد أو يحتاج إلى تدخل علاجي آخر، أو استمر عنده المرض أكثر يعني أسبوع أو أكثر يحتاج أنه يزور الطبيب. التهاب القصبات الهوائية هي أعراض تتشابه مع السعال، لكن يكون في عندنا في هذه الحالة آلام في الصدر، يصاب المريض مشاكل في التنفس وممكن يحتاج إلى استشارة الطبيب، واللي نخاف عليهم في هذه الحالة اللي عندهم أمراض مناعية والأشخاص اللي مصابين بالربو، لازم ضروري إن احنا ناخذ استشارة الطبيب في هالحالة. ننتقل للمحور الثاني واللي هي بعض النقاط أو الأمور المهمة في فصل الشتاء للحفاظ على البشرة. تنتشر عندنا مشاكل في فصل الشتاء مثل جفاف البشرة، ممكن في بعض الأشخاص يتحسسون من الصوف، فإذا لبسوا الجاكيت اللي فيه صوف تطلع عندهم بعض التهيجات في البشرة، فنحتاج إلى الترطيب المستمر للبشرة بشكل عام والشفتين بشكل خاص، لأنها من أكثر الأجزاء في الجسم اللي هي تتعرض للجفاف في فصل الشتاء. وكذلك يجب علينا أن نحن نحرص على تناول مصادر الأوميجا 3 على أساس أن هي تساعدنا في التخفيف من المشاكل جفاف البشرة وكذلك أمراض الشتاء الأخرى. جفاف الشعر والقشرة كذلك قد يكون سبب شائع في فصل الشتاء، والسبب البرودة الزايدة وقلة الرطوبة في الجو تسبب هذه المشكلة الصحية. طبعا الأغلب في فصل الشتاء يشعر بالبرد، فيتجه إلى أنه يعني يستحم بالماء الدافي، كثرة الاستحمام بالماء الحار بالتحديد، الدافي المعتدل ما في أي مشاكل، أما الماء الحار يسبب جفاف في البشرة، تهيج في البشرة، ويخلي البشرة حساسة أكثر لمهيجات الحساسية والعوامل الخارجية اللي تسبب مشاكل في بشرة الشخص. فعندنا هني بعض الأمور اللي ممكن نحن نحتاجها وما نغفل عنها ونوصي فيها نستمر عليها في فصل الشتاء، اللي هي ضرورة استعمال واقي الشمس حتى لو كان الجو مغيم، ما كان فيه عندنا مثلا شمس، ضروري نستخدم واقي الشمس، لأن أشعة الشمس موجودة حتى لو كانت الدنيا مغيمة. شرب كمية كافية من الماء، الأغلب في فصل الشتاء ما يشعر بالعطش بسبب انخفاض درجات الحرارة، لكن فعليا الجسم يحتاج إلى شرب كميات كافية وفيرة من الماء في فصل الشتاء، أساس نتجنب الجفاف وأعراضه ونتجنب جفاف البشرة. نستخدم طبعا المرطب للبشرة بشكل يعني مكثف وأكثر من مرة في اليوم على أساس إن احنا نتجنب هذه المشاكل في البشرة واللي هي جفافها، ممكن الجفاف الشديد في البشرة ممكن يؤدي كذلك إلى الإكزيما.
نتجنب طبعا الحمامات الحارة مثل البخار وغيرها في فصل الشتاء، على أساس أن نحنا ما نعرض بشرتنا لعوامل تسبب إلى تكسر الخلايا الدهنية اللي تحافظ على صحة البشرة. في حال كان عندكم أي أسئلة ممكن تكتبونها في الشات، ومجرد ما ننتهي ممكن إن شاء الله نحن نجاوب على هذه الأسئلة. إنزين، إجراءات الوقاية، كيف الواحد يعني يقي نفسه من هذه الأمراض المعدية ومن كل هذه الأمور أو المشاكل الصحية اللي ممكن يواجهها في فترة الشتاء؟ أول شيء طبعا الحرص على أخذ التطعيمات أول بأول للأطفال. إذا كان في تطعيمات إضافية نصحنا فيها الطبيب وإحنا مقتنعين فيها ناخذها. ومن أهم الأمور طبعا تطعيم الكوفيد أو تطعيم الإنفلونزا، لازم يكون في بينهم فرق طبعا، وهذا بعد باستشارة الطبيب. وهل التطعيمين بيجنبولنا الأمراض اللي ممكن تتكرر عندنا والأمراض الموسمية؟ النظافة الشخصية ونظافة نظافة المسكن والتعقيم يساعد على تقليل فرص العدوى. يعني من الأمور اللي أحيانا بعض الأهالي يغفلون عنها أو اللي هم مسؤولين عن نظافة المنزل، يعني قبضات البيبان خصوصا الأبواب الخارجية والكرامة أبواب الحمامات، ضروري أنها تتنظف بشكل يومي وتتعقم بشكل مناسب. في أماكن في البيت يعني لازم تتنظف وتتعقم بشكل يومي، على أساس إنه تساعد على تقليل انتقال العدوى من شخص إلى آخر اللي يعيشون في نفس المكان. طبعا في أماكن العمل، في المدارس، هذا كله مطلوب على الجهات المعنية إنها تسويه، لكن على مستوى المنزل أولياء الأمور أو المسؤولين عن نظافة المنزل لازم يحرصون على أن يعقمون المنزل بشكل يومي. وفي أماكن لازم تتعقم بشكل دوري، وبعد كل استخدام ممكن نحط بخاخة تعقيم عند هذا القريب من هذه المنطقة اللي تحتاج تعقيم بشكل دوري. كل واحد يستخدم هالمكان يعقم، أو يعني يستخدم مثلا سواء دورة المياه أو بعض الأماكن اللي هي وهو جاي مثلا من برا، يعقم ايده قبل ما يدخل البيت، يغسل او يغسلها بالماء والصابون بشكل فوري قبل ما يمسك اي شيء ثاني في البيت. التغذية السليمة خاصة عندنا للاطفال والطلاب، وطبعا طبيعي بعد للبالغين، لازم يكون عندهم يعني وجبات غذائية متكاملة متوازنة، فيها خضروات، فيها فواكه، فيها تنوع في المصادر الغذائية والأنواع الغذائية. وعندنا بعد الحرص على أن الأغذية تكون مدعمة بفيتامين د، الابتعاد عن مخالطة المرضى أو المصابين يعني بشكل مؤقت خلال فترة مرضهم، على أساس أن نحن نتجنب العدوى وما نستخدم نفس الأدوات. يفضل أن المريض تنعزل أغراضه عن الباقين على أساس أنه ما ينقل لهم العدوى. عدم التعرض للتيارات الهوائية، هذا المقصود فيه اللي هو مثلا مكيف السيارة، مكيف المنزل. أحيانا يعني يعني الشتاء عندنا في الإمارات مو يعني وايد بارد، فأحيانا نكون مثلا جايين من برا فترة الظهر حرانين، نشغل مكيف على أعلى درجة على أساس إن إحنا يعني نبغي البراد بسرعة. فهذه الطريقة جدا يعني خاطئة، وممكن تسبب إن الشخص يصاب بنزلة برد أو سعال كذلك. ممارسة الرياضة بانتظام تساعد على أن تخلص الجسم من السموم، وتساعد الجسم على تقوية المناعة، وتساعد على تقوية الجسم بشكل عام، بحيث أن الشخص يحارب هذه الأمراض وتقل فرص إصابته بالأمراض المعدية. وطبعا ما ننسى أهمية النوم والراحة خلال اليوم، تساعد على رفع مستوى يعني كفاءة الجهاز المناعي في جسم الإنسان. قلة النوم تسبب في ضعف المناعة، وتأثر على المزاج، وتأثر على الحالة النفسية، وتأثر على وايد أمور. وكذلك السهر يسبب إلى أن الشخص تنفتح شهيته وياكل في الأوقات الغلط الأغذية الغلط. فنحرص على أن نحن ننام ساعات كافية من
في فترة الليل وناخذ راحة مثلا في النهار. التوقف عن التدخين أو التعرض للتدخين السلبي كذلك ممكن يعرضنا لتقليل المناعة وإزادة زيادة فرصنا بالتهابات الجهاز التنفسي والأمراض اللي ممكن تكون في بداية فصل الشتاء. ممكن ناخذ بعض الإرشادات الغذائية اللي تساعدنا على أن نحن نقوي مناعتنا فصل الشتاء الجاي، اللي هي التركيز على مصادر الكربوهيدرات الصحية. نبتعد عن الخبز الأبيض والكورن فليكس، نبدلها بالخبز الأسمر، الحبوب، البر وغيرها من هذه الأمور. نتناول كذلك كمية كافية من الخضروات والفواكه، القرع والبطاطا، المكسرات، كلها تعتبر مصادر للكربوهيدرات. طبعا المكسرات تعتبر 2 في 1، مصدر دهون ومصدر كربوهيدرات، فهي يعني مفيدة جدا، من الأغذية اللي تحتوي على معادن كذلك مفيدة للجسم. من أهم الفيتامينات والمعادن اللي نحرص عليها عشان نرفع المناعة اللي هي عندنا فيتامين سي وفيتامين دال ومعدن الزنك، مهم جدا لرفع مناعة الجسم. وعندنا الأمثلة عليها حبوب الإفطار اللي هي طبعا خالية من السكر، البيض، منتجات الحليب، السمك، الفواكه الحمضية، وكذلك ممكن أضيف عليهم المكسرات. وعندنا البروكلي والورقيات الخضراء كذلك غنية بشكل جدا عالي بفيتامين سي. من الأمور اللي ممكن يغفل عنها البعض تناول 5 حصص من الخضروات والفواكه خلال اليوم. ممكن احنا نقول احنا ناكل خضروات وفواكه، لكن هل في مرة فكرنا نحسب كمية الفواكه والخضروات اللي ناكلها مقارنة في الكربوهيدرات؟ طبعا لا. فدائما لازم نحرص على تناول كميات وفيرة من الخضروات والفواكه في اليوم، على أساس ان احنا ننوع في المصادر الغذائية ونستفيد من المعادن ونستفيد من الفيتامينات والألياف والسوائل كذلك اللي تحتويها هذه الأغذية. عندنا كذلك من الأمور المهمة اللي ذكرناها في البداية ونرد نعيد يعني نأكد عليها، شرب كميات كافية من الماي. الماي يعني خلينا نقول هو عنصر مظلوم بين من السوائل الأخرى، فالعادة الأشخاص يعني يحبون أنهم يشربون العصائر أو المشروبات الأخرى، القهوة وهذه الأمور، أكثر من الماء. لكن فعليا جسم الإنسان يحتاج إلى كمية من الماء، مو بس 8 إلى 10 أكواب، لا، على حسب وزنه. فهنا عندكم معادلة يعني أتمنى أن هي تكون واضحة بالنسبة لكم، اللي هي هني. ممكن كل واحد الحين يمسك الآلة الحاسبة، عفوا، يضرب وزنه. يعني خلينا نقول مثلا مريم وزنها 50، نضرب 50 في 32 ونقسمها على 1000، كم تطلع عندكم النتيجة؟ عفوا يعني الخط مش واضح، بس احاول ان مريم وزنها 50 ضربناه في 32 قسمناه على 1000، طلع لنا 1.6 لتر من الماء. هذه حاجة مريم من الماء يوميا، فكل واحد يحسبه يحسبها ويقولنا شو النتيجة اللي طلع فيها. كل واحد يحسب على وزنه، اضربوا وزنكم ب 32 واقسموا على 1000، بيطلع لكم هذا الناتج، هي كمية الماي بالليتر اللي تحتاجونها كل يوم. ممتاز، 2.5، وبتختلف الأرقام، 1.5، 1.8، 2، 2.1، يعني هذا أقرب رقم
من احتياجكم من اللترات من الماء يوميا، فأتمنى أن أنتم تحرصون على شرب هذه الكميات الكافية من الماء خلال اليوم. طبعا هني نكون وصلنا لنهاية ورشتنا اليوم، أتمنى أنكم استفدتوا واسمحوا لي على الإطالة. في حال كانت عندكم أي أسئلة واستفسارات ممكن تكتبونها في الشات، وفي حال ما كان عندكم أي أسئلة بنكون وصلنا لختام هذه الورشة.